يعني كان له المرة صار شايف صار بيقدم صار بيسدد كرة 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 هدف أول وصحت إشارة أهدى علي هدف مباغت للجميع صار شايف بيتقدم بيسدد الكرة بتمر عن الحائط بتتهدى داخل الشباك هدف سريع سريع باغت الجميع حتى بحكي هذه شخصية ما بعرف إذا الكرة عندي شو صالحة شو راح تكون نتيجة بيطار بيتقدم بيسدد عابق الأنصار بثقة عالية جابرييل بيطار بيتقدم يضع الكرة على يمينه لحارس المرمى ممكن يكون خطير الأنصار اللعب مع جابرييل عم يكون نشيط في بداية المباراة بحاول يتوخى بفوت بنقطة جزاء بيلعب الكرة حرفية ولكن عمالة كرة 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 هدف كرة مصلحة الأنصار كرة مباشرة أيضا للجميع وعم يقدر اللاعب هاشم خيزات انه يسجل هدفه أيمن بقدراته كرة بالخطأ كرة بالخطأ خطأ 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 ما معقول شو صار بهاللحظات هدف كارث لمصلحة الأنصار وهالمرة هدف ما حدا كان متوقعه اليوم احمد جازي اليوم طلع احمد هالهدف الرابع رح يكون جازي بمرر هالمره ما معقول شو عم تعملوا يا شباب ما معقول هالمره الهدف الرابع لمصلحة الانصار بالرغم من الرعونه ولكن هالمره الهدف الرابع عم يتسجل مين عم بيسجله افضل لاعبي المباراه جابرييل بيطار الاستقدام الرائع